في هذه القصة الصحابة تخبوا في نهر لفترة طويلة، والجنود يدورون عليهم ليومين. كان المكان اللي هم فيه مليان من أقوى المقاتلين، مليان مقاتلين شرسين جدا، فوق 3000 رجل وهم فقط 5. كانوا من قوة هذول المقاتلين أهل القرية ما يخافون من أحد تمام، فكانوا حتى أبواب بيوتهم ما يقفلونها أبدا، ما يقفلون أبواب بيوتهم حتى في الليل، وما في أي أحد يقدر يدخل هذيك المنطقة أبدا. وبنحكي اليوم كيف أسلم خالد بن الوليد وعمر بن العاص، واللي كانوا قبلها في صفوف قريش وكانوا من أشد المقاتلين ضد محمد. فإيش السر وراء إسلامهم، خاصة إن كان بعد غزوة الخندق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير، أموركم إن شاء الله طيبة. اليوم ما راح تكون قصة واحدة، راح تكون قصتين في مقطع واحد، راح نحكي فيها قصتين كاملة، قصة اغتيال رجل من أهل الكتاب وإسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. عشان كده خذ لك شيء تاكله، ولا تنسى تتابعني على كل السوشيال ميديا، اكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك. من دون ما نطول بسم الله نبدأ. بس قبل ما ندخل في عمق القصة لازم نعرف شخصية على السريع، اسمها سلام ابن أبي الحقيق، سلام أو سلام، المهم إن هذا الرجل كان من أهل الكتاب وكان من اللي دفع مبالغ هائلة في غزوة الخندق عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أشد الناس كرها للنبي طبعا، بعد رجل يسمى كعب بن الأشرف واللي ذكرنا قصة اغتياله. الحين نرجع للمدينة وحال المدينة زمان، وزي ما قلنا في المقطع اللي راح كيف كانت العداوة بين الأوس والخزرج، وكانت عداوتهم هذه قبل الإسلام وقبل دخول الإسلام للمدينة كان بينهم عداوة شديدة. الين دخل الإسلام وجعل من العداوة هذه حب وصداقة وحتى تنافس. اي نعم، كان بينهم تنافس في الأعمال. بعد الإسلام تحولت العداوة اللي بينهم هذيك إلى تنافس في الدين وفي الخيرات وفي الأعمال، فكان إذا الخزرج فعلوا فعل فيه خير من صدقات أو من قتل لأعداء الله سبحانه وتعالى أو من مشاركة في غزوات، تشتعل روح التنافس في صدور الأوس ويسوون نفس فعلة الخزرج إذا مو أحسن عشان ينالون نفس الفضل، والعكس الصحيح. فقبل ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من المدينة كان في شخص من أكبر أعداء الله سبحانه وتعالى، عدو لله ولرسوله، اسمه كعب بن الأشرف واللي ذكرنا قصة قبل، فسبقوا باغتيالها الأوس وكانوا دائما يفخرون بقتل عدو الله، وروح التنافس عند الخزرج في أعلى مستويات، والله ما تكونون أفضل منه يا الأوس. بس بعد ما أغتيل كعب بن الأشرف حصلت الكثير من الأحداث، الكثير من الغزوات، غزوة بني النضير، غزوة الخندق، بني قريظة ورا بعض كلها، فما كان في وقت للخزرج انهم يفكرون في شيء مشابه للي سووه الاوس. حتى بعد الاحداث هذه كامله ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الضمري الى ملك الحبشه النجاشي برساله يدعوه فيها للاسلام. يعني شفت الاحداث كده ورا بعض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرساله: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله الى النجاشي عظيم الحبشه، السلام على من اتبع الهدى، اما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى، فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. فانطلق بها عمرو بن أمية للنجاشي، وخلاص بعد هذه الغزوات رجعت الأمور للمسلمين وهديت الأمور وزانت المدينة ورجع لها الخير والثمار والأموال اللي فقدوها في هذه الغزوات. بس بعد ما انتعشوا المسلمين من جديد رجع الأوس فاخرون في قتلهم لكعب بن الأشرف، فاجتمعوا الخزرج وراحوا للأوس وقالوا لهم: والله لا تذهبون بهذا فضلا عنا أبدا، فرجعوا لبعضهم وتجمعوا الخزرج مع بعض، والله لا أمرنا ما يصلح كده، الأوس يروحون يقتلون عدو الله وحنا زي كده جالسين، والله ما ينالون الأوس الفضل هذا كله. كعب بن الأشرف من أكثر الناس اللي آذوا النبي وأخذوا فضل قتله الأوس، لازم نفكر في شخص
عداوته مثل عداوة كعب بن الأشرف أو قريبة من عداوة كعب بن الأشرف. فجلسوا يفكرون في شخص شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. تذكروا سلام بن أبي الحقين، سلام اللي أذى النبي صلى الله عليه وسلم واللي دفع الأموال لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بس هذا هو، لقينا الشخص المناسب، بس قبل ما نروح نقتله لازم نستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، أذن لنا في سلام بن أبي الحقيق فنقتله. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بس وصاهم على وصايا، قال لهم: لا تقتلون أبدا لا ولد ولا امرأة. طبعا سلام ابن أبي الحقيق هذا كان في خيبر وكان من سادة خيبر، فخرج من الخزرج مجموعة، وكان منهم عبد الله ابن عتيق وكان ضعيف النظر، بس خرج معهم لأن أمه من الرضاعة من أهل الكتاب عايشة في خيبر، فكان من الرجال اللي خرج معهم، وأبو قتادة وعبد الله ابن أنيس والأسود الخزاعي ومسعود ابن سنان. الحين اجتمعوا ويبغون طريقة بس يدخلون فيها خيبر، لأن خيبر مليانة مقاتلين، ودخولهم كده من دون أي ترتيب يعتبر قتل للنفس وتهور، لأنهم كانوا مقاتلين جدا أقوياء. فاجتمعوا مع بعضهم يفكرون في فكرة، فقال عبد الله ابن عتيق: أمي من الرضاعة في خيبر وما بتنكرني أبدا، برسل لها على إن نقابلها في مكان معين وهي اللي بتدخلنا الخيبر، ما عليكم بس خلوكم معها. فقالوا: توكلنا على الله، معك يا عبد الله بن عتيق. ففعليا ارسل لامه انها تقابلهم في المكان الفلاني، فطلعت لهم فعليا في المكان اللي اتفقوا عليه، وبيدها كميه من التمر والخبز، يعني حتى ما جات وهي خاليه اليدين، جات ومعها اكل. فجلسوا ياكلون منها الصحابه ويسولفون الين العصر، يعني خلاص الليل جاء. فقال عبد الله بن عتيق لامه: يا امه، انا قد امسينا، بيتينا عندك، كيف ادخلينا خيبر؟ امه ذكيه، عرفت انها جاي لمهمه مو جاي كيف. فقالت له: يا عبد الله، يا ولدي، كيف تطيق خيبر وفيها 4000 مقاتل؟ قال لها: كيف عرفتني في مهمة أصلا؟ قالت: معك نفر من قومك ومدججين بالأسلحة، يا ولدي ماني غبية للدرجة دي، من تريد من القوم؟ قال لها: أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق. قالت: ما تقدر عليه؟ قال: والله لأقتلنه أو لأقتلن دونه قبل ذلك. يا راس يا راس يا أمي. قالت: دامكم عازمين الأمر للدرجة دي فبقدر أدخلكم، بس مو كده ومو الحين، أدخلكم في وسط جموع من الناس، اختبئوا بينهم ثم تعالوا إلى بيتي بعد أن تهدأ الرجل، وانتظروا في بيتي إلين يظلم الليل، وبعدها أخرجوا في مهمتكم. وفعليا هذا اللي سوته، دخلتهم في رجال من خيبر وعلى أنهم منهم، إلين وصلوا بيتها ودخلوا فعليا وجلسوا عندها في بيتها إلين غربت الشمس، تماما أظلم الليل، وصلوا المغرب والعشاء وما عاد في أحد في خيبر أبدا، الكل نايم. تجهزوا الصحابة وكانوا بيطلعون خلاص عند الباب، يوم جو يطلعون مسكتهم وقالت لهم: إن أهل خيبر لا يغلقون عليهم الأبواب خوفا أن يأتي ضيف ولا يستطيع الدخول ليتعشى، فيتركون الأبواب مفتوحة وحتى تستطيع الدخول إلى سلام، قولوا إن جئنا لسلام بهدي لأن من سادة قومه وما حد يقدر يدخل عليه كذا، وعشان ما يستنكرونكم ولا يشكون فيكم. خرجوا من بيتها منطلقين إلى قصر سلام، وكان ساكن هو في قصر، وفعليا أبواب بيوتهم كلها مفتحة وكأنها مدينة مهجورة، فكانوا الصحابة يمرون على البيوت ويقفلون الأبواب على البيوت عشان إذا حصل فيه صراخ أو شيء ما يسمح. المهم إنهم سكروا كل البيوت، أي بيت يمرون عليه يسكرون الباب عليه، إلين وصلوا إلى قصر كبير اللي هو قصر سلام، وكان عبارة عن دورين، الدور السفلي مفتح الأبواب فيه، أما الدور العلوي مقفل وما تقدر توصل لهذا الدور العلوي إلا بسلة أو شيء تركب عليه، وكان الدور العلوي سقفه نازل، يعني حجرة صغيرة مي كبيرة، وهذه الغرفة ينام فيها عادة السيد عشان يستأمن، ما يصلح السيد إنه يخلي بابه مفتوح وهو تحت لأنه ممكن أي واحد حاقد عليه يروح ويقتل، فعادة السادة ينامون في الدور العلوي. فوصلوا الصحابة لقصر وكان فعليا في الدور الأول ما في أحد، أما الدور الثاني مغلق، فعرفوا إن سلام في داخل هذه الحجرة بس ما كان في مكان يطلعون منه، فجلسوا يدورون إلين لقيوا جذع نخلة، فسندوا هذا الجذع على الجدار وطلعوا فوق الجذع وزبطت الخطة، وفعليا وصلوا للدور الثاني، وصلوا عند هذه الحجرة وبدوا يدقون الباب، وكل واحد مستعد بسيفه، أول ما يفتح سلام نقضي عليه بضربة واحد، وكان الحماس بينهم البين، كل واحد يبغى يقضي عليه أول، كانوا منتظرين والباب جالس ينفتح، فجأة إلا وتفتح عليهم امرأة سلام ابن أبي الحقيق، فعلى طول دخلوا سيوفهم وما انتبهت للسيوف، حاولوا يخبون سيوف. قالوا لها: سلام في الداخل؟ قالت: ايوه نايم في الحجرة داخل. ايش تبون؟ قالوا: عندنا هدية نبغى نوصلها لسلام، حنا نعرفه من اول. قالت: طيب خلوكم هنا انا اروح اكلمها بنفسي. قالوا لها: لا لا لا، حنا بنوصل الهدية. في يوم قالوا لها كذا شافت السيوف معهم، فقامت تصرخ فجأة، فطلعوا الصحابة سيوف، دخلوا الصحابة وقفلوا الابواب وقالوا لها: والله لو تصيحين صيحة ثانية لنقطع رأسك. سكتت ما عاد تكلمت ابدا. فدخلوا الصحابة على سلام والغرفة ظلام دامس، ما يشوفون شيء الا هو
على الفراش مسدود، كانوا يشوفونه مثل القطنة، كان أبيض شديد البياض. فوصلوا الصحابة عن سلام وطلعوا سيوفهم عشان يذبحونه، بس أول ما رفعوا سيوفهم صقعت سيوفهم في السقف، كان السقف مرة نازل فما كان في مدى، فجلسوا يضربونه بس السقف حدهم من أنهم يضربون أقوى، فكانت الضربات خفيفة جدا. فيوم شافتهم امرأته بدأت تصيح بصوت عالي، فخرجوا بعض الصحابة عليها، شالوا سيوفهم كانوا بيذبحونه، فتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لهم فوقفوا، فحددوها بالقتل وقالوا لها اسكتي، وجلسوا مجموعة من الصحابة عندها. يقول عبد الله بن أنيس يوم شفت الحال زي كذا أخذت سيفي وأحطه في بطنه وأتكئ عليه، اتكأت على سيفي إلين سمعت صوت الفراش تحت، يعني وصل سيفه للفراش. يقول فعرفت أني قضيت عليه، فمع صياح الإمرأة هذه وعبد الله بن أنيس يقول أنا قتلته، خرجنا بسرعة وجينا نبغى ننزل من الجذع، نزلنا كلنا إلا عبد الله بن عتيكي زحلق، كان نظره ضعيف ما هو يشوف اللي تحت، فطاح من الدور الأول وسقط على الأرض، فانصاب إصابة شبه كسر في الرجل، فما حد قدر يمشي. جو جمعوا الصحابة حوله وهم يطمنون عليه، إلا صوت الجنود، صوت الجنود جايين من هناك، وصوت امرأة سلام تقول لهم هرب القوم من هنا، هربوا من هنا من هنا من هنا. فشالوا عبد الله ابن عتيك وجلسوا يدورون مكان، فشافوا في شق في الجدار وراه نهر، كان نهر من أنهار خيبر، واندسوا هنا إلا والجنود يتبعون أثار، والصحابة جالسين عند النهر، صوت الجنود حوله، والامرأة هذه تقول أنا شفت واحد طاح هنا، أكيد أنهم حول هذا المكان دام طاح هنا. وهم يتسمعون إلا وخطى الجنود تبدأ تقرب أكثر وأكثر منهم، فأخذوا الصحابة أنفسهم ودخلوا داخل النهر، غاصوا داخل النهر تخبوا جوا، والجنود يتتبعون أثاره. فوقفوا الجنود جنب النهر جالسين يتكلمون أن الأثار وقفت هنا، جلسوا يتكلمون شويتين وفجأة كنسلوا البحث ورجعوا، فخرجوا الصحابة والتقطوا أنفاسهم وهم يشيلون عبد الله ابن عتيك، فجلسوا هديوا شويتين عند النهر وهم جالسين، قالوا ترى ما احنا متأكدين احنا قتلناه ولا لا، ويا شرهتنا لو رجعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وإحنا ما قتلناه، والله كلنا نضرب بس ما شفناه، ظلام ما شفنا احنا قتلناه ولا لا، نضرب بسيوفنا وضرباتنا خفيفة. قال الأسود الخزاعي أنا أروح أشوف إذا مات ولا لا. قالوا له كيف بتروح؟ بتروح كده يعني بتفتدي بنفسك؟ قال لا ما عليكم عندي أنا. تجمعوا كل الجنود حول سلام، وسلام مطروح بينهم وجالسين يشوفون إيش اللي صار له، هل هو باقي حي ولا لا، إلا بينهم واحد متلثم ولابس نفس لبسهم ومعه شعلة من نار نفس شعلتهم، هو الأسود الخزاعي، تنكر بنفس لبسه وصار شكله مثل أشكاله. شافه وهو على الأرض مطعون في بطنه ومضروب بسيوف في كل جهة، وكانت امرأته جالسة عنده. فقربت امرأة سلام من زوجها فقالت للجنود إنه مات، فاض وإله موسى. فجو الجنود يتجمعوا عشان يهدونها كذا ويهدون من روعه ويصبرونه، وهنا استغل الأسود الخزاعي الموقف واتجه إلى سلام عشان يتأكد إذا لازال حي ولا لا، لازم يتأكد بنفسه. فرآه جسد بلا روح، فتسلل الأسود الخزاعي لباقي الصحابة، كبروا الصحابة وحمدوا الله، وكان وقتها آخر الليل خلاص تعبانين وهم يقدرون يمشون في آخر الليل لأن الصباح بيطلع عليهم ويصير أمرهم مكشوف. فصلوا صلاة الفجر وناموا إلين السيق، صلوا صلواتهم هناك وانتظروا إلين غابت الشمس وتوجهوا إلى المدينة. دخلوا المدينة في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، دخلوا في نص صلاة الجمعة فقاطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال أفلحت الوجوه، فردوا عليه الصحابة أفلح وجهك يا رسول الله، وجلسوا مع الصحابة في المسجد يسمعون لخطبة النبي إلين خلصوا صلاة الجمعة، يعني حضروا حتى صلاة الجمعة. ويوم خلصوا الصلاة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي أقتلتموه؟ قال ابن أنيس نعم يا رسول الله أنا قتلت. قال عبد الله بن عتيك ها بل أنا يا أنيس قتلته. قال الأسود الخزاعي اهدوا شويتين شويتين شويتين، لا أنت ولا أنت، أنا اللي قتلت. فبدأ كل واحد يقول أني أنا اللي قتله عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عجلوا علي بأسيافكم، أعطوني الأسياف أنا بعرف. كل واحد جاب سيفه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا كلها فيها دم. فجلس ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيوف، فقال النبي لسيف من السيوف هذا قتله، هذا أثر الطعام، وكان في سيف عبد الله بن أنيس، فكان عبد الله بن أنيس هو اللي قتله لطعنته في بطنه. فقال فيهم حسان بن ثابت رضي الله عنه هذه الأبيات: لله در عصابة لاقيتهم، يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض دفف، مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحف.
المهم ان نرجع لما بعد غزوة الخندق وايش اللي حصل بعدها. رجعت قريش دليلة لمكة وباقي القبائل لبيوتهم. كانت قريش خلاص ضعفت وما عاد فيها لا قوة ولا حد. كان عمرو بن العاص بينفجر من الغضب وخلاص عرف ان محمد مهما كان بيمشي امره وهو كذا منتصر. فجمع مجموعة من قومه كانوا دائما يسمعون كلامه وقال لهم اسمعوا، تعلمون والله اني ارى امر محمدا يعلو الامور علوا منكرا، واني قد رايت امرا فما ترون فيه. قالوا ها يا عمر وضعك ما يطمن، لا يكونك تتبعه. قال لا لن اتبعه، على جثتي ما اتبعته، لكني رايت ان نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فان ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فانا ان نكون تحت يديه احب الينا من ان نكون تحت يدين محمد. وين انتصرت قريش فما تشرهنا، يعني بيضنا وجوهنا في المعارك اللي راحت، فلن ياتينا من قريش الا خير. قالوا والله نعم الراي. فقالوا يا عمر نذهب خالين اليدين إلى ملك الحبشة. قال عمر لا 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 لا، بناخذ معنا هدية. أنا أعرف شو اللي يحبه النجاشي، جلود الحيوانات. يقول عمر فجمعنا مجموعة كبيرة من الجلود، جلود الحيوانات من أفخمها، واتجهنا إلى النجاشي. أول ما وصلوا للنجاشي وعند قصر النجاشي جاء عمرو بن العاص يبغى يدخل عند النجاشي، بس انصدم إن في الداخل رجل يعرفه مزبوط، عمرو بن أمية الضمري من أصحاب محمد. إيش جابه عند النجاشي؟ وفي نفس التوقيت بعد يقول عمرو بن العاص رجعت للمجموعة وقلت له عمرو بن أمية هنا، ولو كلمت النجاشي يهديني فأقتله. في شفوني قريش فعلت شيء، يعني أنا رحت للنجاشي مو كذا، رحت حتى قتلت واحد من أصحاب محمد هنا. فأكبر في عيون قريش، وش رأيكم؟ قالوا إيه والله، وبعدين ما عاد بيشوفون أنه يعني خرجنا عزا وخوفا من محمد. وهم يتكلمون إلا صوت النجاشي يتكلم بالداخل. بعدها خرج عمرو بن أمية ودخل عمرو بن العاص يقول فدخلت وسجدت له كالعادة. فقال النجاشي عمرو بن العاص مرحبا بك. مرحبا يا صديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال عمر نعم أيها الملك، هذه الجلود شوفها، جبت لك هذه الجلود، شوف كيف هي كثيرة ومن أفخم الجلود عندنا. فقرب النجاشي للجلود هذه وقاعد يشوفها ويقلبها، فانعجب فيها مرة. يقول عمر استغليت الموقف دامها أعجبتها الجلود وقلت أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندي وهو رسول عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. فنظر فيه النجاشي بغضب شديد وضرب أنفه بيده. يقول عمرو فكرت انك كسره، يقول من خوفي تمنيت ان الارض تبلعني ولا اعيش ذيك اللحظه. عم الصمت والنجاشي مليان وجهه غضب، وعمرو بن العاص ناظر فيه. ايها الملك والله لو ظننت انك تكره هذا ما سالتك. قال النجاشي اتسالني ان اعطيك رسول رجل ياتيه الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى لتقتل؟ يقول عمرو انصدمت، ما كنت ادري ان المساله كبيره كذا. قلت له ايها الملك اكذلك هو فعليا يجيه الناموس زي موسى؟ يعني هو نبي فعليا؟ قال النجاشي ويحك يا عمرو أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فسكت عمرو جلس يفكر. يقول عمرو فقلت له أفتبايعني له على الإسلام؟ يعني عادي لو بايعتك أنا الحين على أني أسلم؟ قال نعم. فبسط يده فبايعته على الإسلام، أسلم عمرو بن العاص وهو في الحبشة وبايع النجاشي على الإسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص طلعت للمجموعة هذه وجهي مقلوب، بس ما قلت لهم أني أسلمت، ما علمتهم بإسلام، قلت لهم صار اللي صار ورفض يعطيني راسه ويلا يعني ايش نسوي. وما طول عمرو بن العاص الحبشة، استغفلهم ورجع لمكة، خلاص انتهى اسلم. يقول وانا في طريقي للمدينة الا واقابل خالد بن الوليد. خالد بن الوليد في الطريق. يقول فقلت على وين يا خالد، وين متوجه؟ يقول خالد بن الوليد والله لقد استقام المنسم وان الرجل لنبي، اذهب والله فاسلم. يقول عمرو بن العاص كانت صدفة غريبة لاني حتى انا اسلمت. قال له يا خالد انا اقول لك شيء، حتى انا اسلمت. ووصلوا للمدينة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ودخلوا في الاسلام، النجاشي وعمر بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم أو قصتين اليوم، لأنها كانت قصتين اليوم. إن شاء الله نشوفكم الجمعة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.